نتيجة لمرابطة المياومين في مبنى مؤسسة كهرباء لبنان وعدم تمكن الموظفين من مزاولة أعمالهم هناك، تعطلت عملية الفوترة منذ 3 أشهر، ولم تتمكن الإدارة التي تهجرت إلى معمل الزوق من إصدار الفواتير، حتى استطاعت منذ أيام من تجهيز مركز جديد للفوترة في معمل الزوق، وستبدأ بإصدار فواتير المواطنين هذا الأسبوع لتسلمها إلى الشركات المختصة لتبدأ بالجباية المتوقفة منذ 3 أشهر. ولكن السؤال المطروح لدى المواطن، كيف ستجبى هذه الفواتير؟ وهل هو من سيتحمل مسؤولية تأخير الفوترة والجباية؟ المواطن شو عم يستهلك بده يدفع؟ إنه يتحمله ولا ما نحمله، شو عم يستهلك بده يدفع؟ بس الفواتير مش رح يجوا مع بعضهم يعني. 100% أكيد لا شك. يعني المواطن مش هيدفع أكثر من فاتورة بالشهر؟ مبدئياً هلأ مش على طول، بس لأنه هذه حق الدولة ما بيموت. المواطنون لا حول ولا قوة لهم سوى رفع الصوت، وما قد يكون رحيما معهم هو أن الكهرباء مقننة، وبالتالي فقيمة الفواتير لن تكون مرتفعة. إذا اشتري الفاتورة كبير وما معي يدفع له، شو بعملهم يعني؟ بنتحملوا معي جزء من الإهمال. هي هلأ هي عم تكون ملحومة ليه؟ لأنه أصلا ما في كهرباء، عم نتكل على الموتور، الموتور عم بياخذ $100 بالشهر، فاتورة الكهرباء عم تيجي 17,000، بدل ما ندفع 13 ندفع 34. بدي أدفع، شو بدي أعمل؟ في ما أدفع؟ إذا ما دفعت بيقطعوها. مؤسسة كهرباء لبنان بدأت من معمل الزوق إصدار فواتير المؤسسات، وتتراوح قيمة كل إصدار بين 15 إلى 20 مليار ليرة، أما فواتير المواطنين فتتراوح قيمة كل إصدار بين 60 إلى 70 مليار ليرة، وهذه الأموال جبايتها ضرورة للمؤسسة كي تتمكن من دفع الرواتب وتأمين الإصلاحات والأعمال التقنية اليومية. نجي ندفع مصاري 2-3 مليون من المهندسين لحتى ندفع للمتعهدين للعمل اللي نشتري منهم الأغراض، وبعدين احنا بنعرف انه ما راح يروح علينا هالمال، بس لحتى لنمشي الشغل. في مؤسسة كهرباء لبنان المهجرة إلى الزوق يستغرب القيمون عليها لا مبالاة السلطات والأجهزة الأمنية في معالجة الوضع الشاذ في المبنى الرئيسي لهذه المؤسسة، وكأن هناك من لا يريد لهذه المؤسسة أن تكون موجودة بالفعل.